الأخوين زاهي وفادي الحلو، أهلا وسهلا فيكم على تلفزيون الجديد، وألف مبروك الدورة الجديدة من الميركس دور. كل سنة معودين أنه دايما بنفس الوقت في مهرجان بضم نجوم لبنان والعالم العربي. شكرا لك وشكرا للجديد. نحن على طول تعودنا أنه لو شو ما كان في صعاب ما نوقف أبدا، نستمر، وهيدي 23 سنة مش هين الاستمرارية، ولو ما في على طول أفكار جديدة ودم جديد ما فيك تستمر 23 سنة. عدا عن الضجة اللي دايما بيعملها الميركس دور، هالسنة كانت الضجة غير، صار في أخذ ورد بينكم وبين الفنان اللبناني زياد برجي، وبالآخر انحلت بزيارة لإلكن على بيته. شو بتخبرونا تفاصيل عن هذا الشيء؟ ليش صار هيدا الجدل؟ هو في بعض الأقلام اللي كتبت أشياء مش مزبوطة هي اللي افتعلت هالمشكل، وهن يعني مجرد هيك تحركشات إذا بدك زبزبات، بس ما في شيء. يعني الجايزة ما كانت لوائل الكفوري؟ لا لا أبداً، أبداً. ما في شيء منه أبداً يعني. بشهادة لجنة التحكيم الموجودة يعني لقوا أنه السنة كان نشاط زياد برجي لافت، وعنده كان عدة أعمال ناجحة وبيستحق هاللقب هالجايزة. فأبداً مش معناتها هذا اللي جاي عامل لك قبل ما تسألي، مش معناتها وائل ما بيستحق على طول. وائل بيستحق، وهو مكرر معنا أكثر من 12 مرة، يعني وائل من النجوم الأكيد، بس يمكن السنة كان نشاطه أقل، يعني السنة ما عمل، هلا عمل بجديد يعني بعد ما نحن كنا نتائج لحديث شهر أيار يعني، فهلا عمل أغاني جديدة يمكن، بس إنه بهالفترة كلها ما كان عامل نتائج، وكل أشهاده بالنتيجات الكبيرة اللي عملها زياد وبيستحق عن جدارة. ما في أي اشتراطكم على زياد برجي إنه ما يغني وبطير؟ ما اشترط، لا تخلوا العلاقة منيحة مع إليسا ولا شو الوضع؟ أبداً ما كان في شرط ولا شيء، كان في يعني بعض الفريق العمل تمنوا عليه إنه يغني غير غنيته ما يعملوا أي مشاكل، هي هي بس ما حدا انجبر، بالنتيجة هو بنقل بدوية تمنوا عليه، في فرق بين تمنوا وبين اشترطوا أو فرضوا. ما قلنا اسمعوا كثير من زياد اليوم، هلا بتشوفوا الليلة. رح نشوف كمان الفنانة نوال الزغبي بعد غياب الميركس دور، خبرونا عن هالرجعة. موجودة عدة مرات معنا، بس بسنة 21 صار في إشكال شوي على الأغنية اللي بدها تغنيها، لأن إحنا كنا عاملين إيفنت وطني كان بعد انفجار 4 آب، ما كنا حابين تغنى غير أغاني وطنية، وهي ما كانت تحب هذا يعني، بس الاختلاف بوجهات النظر، بس نحن كمان نوال تربطنا صداقة فيها قديم من أيام ما كانت باستوديو الفن، وبنضلنا أصدقاء على طول يعني ما في شيء، يعني بدها تكون في أساسات متينة ما في شيء بهزها. في عدد من الصحفيين انتقدوا تسريب نتائج الميركس دور هيدي السنة بعكس السنين اللي قبل، كيف بتردوا انه الجوائز صارت معروفة للأشخاص؟ نحن كمان ننتقد. هيدا الشيء مش بالإيد يعني، في دايما في فريق عمل عم بحضر، ما بتعرفي مين ممكن يسرب النتيجة، بس على كل حال منا فضيحة يعني، منا كارثة، نعرفت بعض الأسماء قبل بوقت، المهم يكون هالأسماء على مستوى معين وهن اللي بيستاهلوا الربح، وهيدا أهم شيء. هلا في أسماء تسربت غلط يعني، مش كل شيء انكتب مزبوط يعني، في منهم تكهنوا بأسماء ما كانت مزبوطة، بس على كل الأحوال يعني هتشوفوا الليلة النتيجة المزبوطة. أكيد، شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق.